إلى الإسماعيلية مشاهدينا نتحول بكم لنقل جلسة النطق بالحكم في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل المتابع. خشن افتضاح أمره وإن هو يقولوا إن هو ما حاولش الهرب. ده بالنسبة أنا غير مسؤول عن القتل وغير مسؤول عن الوقائع التي حدثت بعد الهروب سيد رئيس الجيل حضرتك مش يعني أنا ما هربش. وما تجيبش اي من الوقائع المدونه في حاجه جديده تاني يعني الكلام ده وصل لي دلوقتي انت عايز بالنسبه بقى للوقائع بالنسبه بقى لاندفاع نيه القتل انا لدي انا وتعلمنا من عادات المحكمه ان نيه القتل ده امر داخلي لا يظهر بعلامات خارجيه محسوسه وانما من الظروف التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. ده بالنسبه للمتهم اللي ارتكب الوقعه سيد رئيس الجيل حضرتك مش ما وصلت للكلام ده ما انت قلته في الاول وصلت المعلومه دي وصلت خلاص ما انا بتكلم بقى على حتى نية القتل اللي اتعلمناها من عادات المحكمه وعادات المحكمه بتقول ايه ان هو لابد ان هو يرتكب الفعل ويكون قاصد فعلا ايه اكتساب الروح. ده بالنسبه للراجل اللي ارتكب الوقعه مش بالنسبه لي انا عشان بس سبع المطاع بالنسبه لعدد المحكمه علشان اني حته نيه القتل بقى وانا انتفاء ركن نيه القتل في حد وانا صرح حولها استاذن بقى عدد المحكمه وعدد المحكمه اقررها تاني قبل احسن من المتعمد. التقرير الطبيب الشرعي احنا ما بنتكلمش على تقرير الطبيب الشرعي ولا بنتكلم على الادله. تقرير الطبيب الشرعي اولا بالنسبه لوضع بالنسبه لسيد الرئيس حضرتك سيد الشهيد الاجلاء بالنسبه لواقع قتل المواطن محمد محمود عبد الوهاب احد الضباط قال من الجائز ان احد ضباط الشرطه. إذا مشاهدينا من الإسماعيلية كنا نتابع وقائع جلسة الاستماع في قضية الهروب الكبير.